نحن هنا في مطعم الحاج زناقي الله يرحمه، راه عنده تقريبا واحد سنة ونصف ملي توفى. الحاج زناقي هذا عنده مطعم راه تقريبا فوق 20 سنة، يعني هو خبير في المطاعم والشواء وخاصة في الشواء. وهذا المطعم يعتبر من المطاعم الثلاثة الموجودين في دائرة المالح التي تسمى ناريو دو سالادو باللغة الإسبانية، وهو الواد المالح، وهي معروفة جدا جدا بالسياحة والشواء. والآن رايح نطرح بعض الأسئلة لأحد الطباخين الماهرين الذي يقال عنه بأنه هذا الماهر الطباخ معروف على مستوى الغرب، وهو خبير جدا جدا ويتقاعد كثيرا مع الفنادق والمطاعم، ولكن حبه الشديد لعائلة الزناقي إلا أنه حب أن يبقى معهم هنا وكي يساعدهم، حتى لأنهم هم شباب هذا الزناقي وعندهم ما عندهمش خبرة كثيرة، ولهذا راه يعلمهم ويزيد يتعلموا منا. تفضل اخي، واش اسمك انت؟ السلام عليكم. كيف داير لاباس؟ هيا خير. سموني بالراحه محمد رضا. الله يبارك. ولد الشهيد راحوا قدرت عشي ولايه عين المجن دائره المهره. الله يبارك. واش راك تصنع لنا خويا؟ انا نطلع لكم روبا بوغ ليترونجي، راهم جايين عندنا يبغون فور. كيعيطوا لهذا؟ نفور هذا سموه من اللحم تاع الغلمي من الجيبو. صح. هذه صارت ماسيدوان افيك لو طون طوماط. افيك ان بو دو فريت. افيك لا سوب دو بواسون. سوب دو بيوم محلي. انت ما انا نديرو لهم في واحد المواكل زعما باش ما يقولكش روح احنا بلا طاو. لانيش هادو السواح من جاي من جنوب؟ من جنوب. من جنوب. البارح كانوا واحد اجانب من جنيبه كانوا قلب لينا وكاع من الاماكن قتلهم دازوا جاو عندنا. لا انا قالوا لي شتهم، يعني هما من بولونيا من لاكزلاف لا تشيكوسلوفاكي، هذو بروحهم لان هذو بكري كانوا هنا في يعرفوا لا ريو دو سالادو. وانت تاني شكرك الاخ اللي راك تتابع. لا لا الحق شحال من خطره هذا لو بلان اللي راني نخدمه. الحق نحوس ندير الاشهار للناس باش يشتهروا. تفضل خويا روح. هذا السيرفر تاعنا. السيرفر. الله يبارك الله يبارك. بون سيرفر. الله يحفظك بارك الله فيك. سيرفيس رابيد. الله يحفظك. يلا حضر معنا. هذا أول لا لا على قدش اليوتيوب باش نديروا الاشهار للمطعم، باش نديروا الاشهار للمطعم. واش رايك في المطعم؟ عمري ما فيش فيها انا ما فيش شيء. يعني المطاعم ما عارفيني انا وين نجي. يعني يعطينا ايميدي تاع المطاعم خاصه تاع ولايه عين تيمشات تاع بلديه المالح. خليك دوك البارد. لا دوك النوع. لا مباشرة. هذا غير باش نديرو في اليوتيوب باش نشيعو. لا مستعرفو بالشيف. الله يحفظك. هذه اللي حوسو عليها. هذه الطرز معايا. ما كاينش بركوكا؟ كاين هذا هارع صاحبها الله يرحمه الله يوسع عليه العام اللي فات. الله يحفظك. الله يحفظك. هذه بعدا لا تصح بالله. الله يحفظك بارك الله فيك. سموني بينا. هو سموه بينا. بينا. اي الله يحفظك. اي الله يحفظك بارك الله فيك. الله يحفظك. اي الله يحفظك بارك الله فيك. الله يحفظك صحيح. الله يحفظك صحيح. ايوه باش ديرو في اليوتيوب. ياه والله مليت. لا
واش رايكم في المطعم؟ واش رايكم في المطعم؟ هذا واحد ما يحفظك. هذا المطعم، هذا المطعم ماشي تجاري، مطعم سياحي وراثي يعني من قبل الجد المرحوم صاحبي، وحنا نحاولوا نديروا بيبليسيتي باش تبقى المالح لا ريو دي سالاد وتبقى زعما دائما معروفه. بارك الله فيك. واش رايك الحاج في المطعم في الهواء الطلق؟ بوديه مراش. ورا بوديه، بوديه مراش، مراش مراش يا بودي يا كوت دي وشكرنا زعما كي تذوق. شكرا. شكرنا للشيف لا 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 ل